السلام عليكم ورجعت لكم في تكملة الومضات. خلونا نبدأ. طبعا كثير منكم يتوقع اني راح اتكلم عن حلقة الحروب بما اني تكلمت في الحلقة اللي فاتت عن التحالفات، لكن قبل اتكلم عن الحروب في شيء مهم لازم اوضحه لكم عن التحالفات. في الحلقة اللي فاتت كنت اشرح نظريتي كيف ممكن تصير التحالفات، شو اللي ممكن يسبب التحالفات. الحروب لسه ما تكلمت عنها، كيف راح تقوم الحرب وش اللي راح يسبب الحرب. لسه ما بعد اتكلم عن النقطة هذه. وقبل لا اتكلم عن الحرب وش اللي بيسبب الحرب، في انتقاد جاني يقول كيف قلت ان هذا بيتحالف وهذا بيتحالف وهذا بيدخل وهذا بيدخل وهذا 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 وقف. الكل يقول انت انهيت المسلسل كذا. طيب خلونا نرجع الى حرب المارين فورد اللي صارت. من هو كان مشارك في الحرب؟ واحد الوايت بيرد يونيكو، اثنين شانكس جو تدخل في الحرب يونيكو، ثلاثة منو اللي قال انه وقف في وجه الوايت بيرد وهو جاي للحرب؟ كايدو، ثلاثة يونيكو، سبعة تشيبوكاي، ثلاثة ادميرالات، قائد المارين سينغوكو، نائب قائد المارين غارب. منو بعد تدخل؟ من السوبر نوفا لوفي لاو. اثنين ايضا منهم اللي شفناهم باقي اللي هو حاليا صار تشيبوكاي، تشيبوكاي سابق كوكوداي، تشيبوكاي سابق جيمبي حبيبي طالع ون بيس. قبل لا تنتقدني، قبل لا ادخل في الحروب واقول لكم كيف الهلمة هذه راح تتواجه مع بعض، في نقطة مهمة لازم نعرف اجابتها. كيف تبطل فاكهة الشيطان؟ شنو نقطة ضعف فاكهة الشيطان؟ منه اللي يقدر على الثاني؟ سؤال مهم. في قدرات خاصة عند مستخدمي فاكهة الشيطان يستخدمونها ضد بعض عشان يطلون قدرات بعض، هالأشي لازم نفهمها. طبعا قبل لا أشرحها لك لازم تفهم شين هي قوة فاكهة الشيطان. راجع الحلقة هذه شرحت فيها أنا شين هي قوة فاكهة الشيطان. الحين راح أركز كيف تبطل فاكهة الشيطان عشان لما أتكلم في الحروب لا يلبس على بعضكم ولا يشك أنك المفروض أتكلم في الحلقة هذه عن الحروب، لكن تحتاج نظريات أقوى، خاصة أن عندي لها توقعات خيالية. استنوها الأسبوع الجاي، الحين خلونا نركز على فاكهة الشيطان كيف تبطلها. لا يخفى علينا أن فاكهة الشيطان هي أحد أهم أسباب القوة في ون بيس. كيف تقدر تبطلها؟ أربع طرق عشان تتغلب على فاكهة الشيطان، راح أشرحها واحد واحد، لكن خلونا الحين في الأشياء البديهية. لا يخفى عليكم ان في فاكهة تكون مضادة لفاكهة، هذا شيء بديهي. مثلا فاكهة لوفي ضد فاكهة انن، لوفي المطاط انن البرق، فالمطاط جاء من حظ لوفي انه تفوق على انن. ايضا فاكهة اكاين والحمم تحرق كل شيء، فعشان كذا تفوقت فاكهة اكاينو على فاكهة ايس. فاكهة مستر ثري الشمع مع فاكهة ماجلان السم تفوقت من باب الحظ مش من باب القوة. لكن مش هذه الأشياء اللي ممكن تبطل فاكهة الشيطان وتغير موازين الحرب القادمة لكثرة مستخدمين فاكهة الشيطان ولتنوعهم اللي راح يكونون موجودين. شو اللي راح يقدر يبطل فاكهة الشيطان إذن في الحرب القادمة؟ أربع أشياء رئيسية، خلونا نبدأ فيها واحد واحد. الأول وأول ما تم التصريح فيه في مسلسل ون بيس البحر. الكل كان يعتقد أن فقط الماء البحر هو اللي يبطل فاكهة الشيطان، ومن بينهم أنا مخطئ، أنا غلطان. مش ماء البحر فقط، الماء ككل. لما قلت تصريحات أودا قال الماء ككل هو اللي يبطل فاكهة الشيطان. توجهت لأودا أسئلة كثيرة، كيف أجل لوفي يشرب الماء وما يتأثر؟ كيف لوفي يسبح يغتسل يعني وما يتأثر بالماء العادي؟ كيف أوكيجي حط يده في الماء وجمد البحر؟ هل هي قدرة خاصة في أوكيجي؟ لا طبعا. هالسؤال جاني كثير في التساؤلات، كيف أوكيجي جمد البحر والمفروض أن البحر يبطل فاكهة أوكيجي؟
الجواب على سؤالكم هذا. عشان البحر يتمكن من ابطال فاكهتك لازم مستوى الماء يتعدى الركبة. من فوق الركبة يعتمد على قوتك الحين، يعني من الركبة هذا المستوى الطبيعي لابطال فاكهة شيطان اي مستخدم. من هو المستخدم الاقوى اللي يستحمل ان الماء يغطيه اكثر فاكثر فاكثر؟ لكن الخطأ الدارج في النقطة هذه ان الكل يعتقد ان البحر يبطل فاكهة الشيطان. لا، البحر يسبب لك شيئين. الاول انه ما يخليك قادر على التحكم بفاكهة الشيطان، مش يبطلها، لا، يخليك ما تقدر تتحكم فيها، مما يعني ان الفاكهة راح تظل موجودة. باختصار، لو لوفي غرق في البحر ما راح يقدر يتحكم بفاكهة المطاطه بنفسه، لكن لو احد ضربه برصاصة، الرصاصة ما راح تخترقه، المطاطة راح يرد الرصاصة، المطاطة راح يظل موجود في جسم لوفي، لكن لوفي ما يقدر يتحكم فيه. اكبر دليل على النقطة هذه في حدث أرلونج. لوفي لما تثبت بالحصى وغرق في الماي وحبوا ينقذونه، كيف؟ اسحبه رقبته برا الماي، تمططه. اذا اللي من برا يقدر يساعد لوفي يمط في جسمه، لكن لوفي ما يقدر يتحكم في المطاط. اذا البحر اول شيء لازم يتعدى مستوى ركبه، ما فوق ركبه يعتمد على قوتك الشخصيه، كل ما زادت قوتك كل ما زاد تحملك الماء. البحر مثل اوكيجين، مجرد ما حط يده ما ياثر ماء البحر عليه، لازم من فوق ركبه وفوق بالنسبه شخص مثل اوكيجين. هذا واحد. اثنين، ماء البحر يخليك ثقيل، ما تقدر تتحكم بجسمك، ما تقدر تتحكم بقدرتك، لكنه ما يذهب قدرتك. مما يعني لوفي لو غرق في الماء وجاته رصاصه ما راح تختارها. اذا هذه هي كل شيء تقدرون تعرفونه عن ماي البحر. خلونا الحين ننتقل الى السبب الثاني لابطال فاكهة الشيطان. السبب الثاني لابطال فاكهة الشيطان حجر الكايوسكي. حجر الكايوسكي جبته بعد البحر لانه متشابه، هو حجر يصدر موجات متشابهة مع موجات ماي البحر. كثير منكم كان يسأل هل روجر كان مقيد بحجر الكايوسكي؟ انا اقول لكم احتمالات كبيرة انه لا، لان مخترع حجر الكايوسكي او مكتشف حجر الكايوسكي هو العالم فيجا بانك، وما كان موجود على وقت روجر. طيب الشيء الثاني، كيف قدر ايس يتحرك وهو مقيد بحجر الكايوسكي؟ واحنا شفنا لوفي لما مسك حجر الكايوسكي اثر عليه وخلاه يفقد القوة لانه مثل ماي البحر. الجواب وبكل بساطة ان الموجات اللي يصدرها حجر الكايوسكي في القضبان اقوى من الموجات اللي يصدرها حجر الكايوسكي الموجود في القيد. هم معدلين على القيود انها تفقدك السيطرة على فاكهة الشيطان، لكن ما تفقدك السيطرة على جسمك، عشان يقدرون ينقلون المساجين بشكل افضل. اذا المقيد بحجر الكايوسكي واحد من اثنين، اما ان الكايوسكي موجود في القفل حق القيد فقط، او ان الموجات معدلة انها تسمح لك بالحركة لكن ما تسمح لك باستخدام فاكهة الشيطان. عشان كذا شفنا المقيدين باغلال الكايوسكي يقدرون يتحركون، بينما اللي يلمس الكايوسكي اللي هو القضبان لا، يفقد قدرته تماما. في شرط في حجر الكايوسكي عشان يخليك تفقد القدرة على استخدام فاكهتك، هو انك تلمسه بجلدك مباشرة بدون حاجز. يعني لو جاء لوفي ومسك قطعة قماش ثقيلة ومسك حجر الكايوسكي ما راح يفقد القدرة، لازم يلمسك مباشرة، يتلامس مع جلدك مباشرة. وهذا الشيء شفناه في مين؟ سموكر. سموكر السيف حقه قمته من الكايوسكي، مع ذلك ما فقدته لا القدرة على المشي ولا فقدته قدرة التحكم فاكهته. ليش؟ لأن السيف لما يعلق على ظهره يكون لابس البالطو حقه، والبالطو حقه ثقيل، فإذا في حاجز بين جسمه وبين الكايوسكي، فإذا طالما أن الحاجز هذا موجود الكايوسكي ما يفقدك قدرتك. هذا واحد. اثنين، كيف قدر مستر ثري لما فك الأغلال الكايوسكي عن إيس أنه يفكها باستخدام فاكهته، والمفروض أن الكايوسكي يبطل فاكهته؟ سؤال محنك. الثاني، كيف قدر لو يضرب الكايوسكي او يتحرك مع الكايوسكي بقدرة فاكهته والكايوسكي المفروض يبطلها؟ سؤال محنك. الاجابة بكل بساطة، الكايوسكي يمنعك تتحكم من فاكهتك، لكن اذا اطلقت الفاكهة ما يوقفها. مما يعني
مستر ثي إذا وضع عليه حجر كايوسكي ما حيبدأ يصدر الشمع، لكن الشمع اللي يصدره مستر ثي ما راح يتكسر، مما يعني إذا حطيت عليه حجر كايوسكي ما حيقدر يطلع الشمع، لكن إذا طلع الشمع يقدر يحطه في حجر كايوسكي ويفكه، لأن الشمع تكون خلاص. الثلج إذا طلعه أوكيجي وضرب به الكايوسكي راح ينضرب، لأن الثلج طلع خلاص. قوة لاو لما يوجهها لقطع حجر الكايوسكي راح تقطعه. أنا من قبل قلت إنه ما راح يقدر، أنا أرجع لما قريت وتأكدت، أنا أعترف بخطئي، لا إذا أطلقت قوتك تقدر تضرب حجر الكايوسكي، لأن حجر الكايوسكي ما يبطل قوتك، هو يمنعك تتحكم فيها، يمنعك تسيطر عليها. السبب الثاني إذا المضاد لفاكهة الشيطان هو يمنعك تسيطر على قوتك لكن ما يبطلها. السبب الرابع استنوه، هو الشيء الوحيد اللي يبطل فاكهتك. لكن قبل نروح للسبب الرابع خلونا نروح للسبب الثالث. يلا السبب الثالث، الهكي. طبعا الهكي ما يبطل الفاكهة لكن يعطيك قوة انك تصد قوة الفاكهة، يعتبر كأنه شيء مضاد للفاكهة لكنه ما يمنعك من استخدام فاكهتك. هكي التصلب راح يبطل قوة الفاكهة على جسمك، ولما تحطه في السلاح راح يضرب مستخدم فاكهة الشيطان، وكان هذا هو الاعتقاد السائد. لكن كيف ماركو وفيستا لما ضربوا أكاينو بالهكي قال انها تؤلم لكنها ما اصابتها. اذا يستطيع مستخدم فاكهة الشيطان اذا وصل الى مستوى قوي واسطوري زي أكاينو انه يطور فاكهته انها تتعامل مع الهكي. الهكي ما يفقدك السيطرة على فاكهتك، ما يلغيها تماما، لكن تحتاج الى قوة منك. اذا لازم يكون هكي حقك قوي اكثر من قوة فاكهة الشيطان عشان تقدر تسيطر على الفاكهة. اذا زي ما شفنا الهكي يتطلب انك تتمارس فيه اكثر، مثل ما فاكهة الشيطان تتمارس فيها اكثر. اللوغيا اقوى فواكه الشيطان لكنها تتطلب شغلة واحدة، انك تكون مركز في استخدامها، مثل الهكي يتطلب منك انك تكون مركز في استخدامه. افضل مستخدم لوجيا حاليا هو كوكو داي، لانه ضرب على حين غرة وهو غافل ومع ذلك فاكهته تحركت. افضل مستخدم هكي حاليا انا اشوفه من وجهة نظري اكاينو، لانه ضرب بالهكي ومع ذلك ما خلاه يأثر على فاكهة الشيطان حقته. اذا الهكي يتطلب الى سيطرة، الى تحكم قوي جدا عشان يلغي فاكهة الشيطان. الحين نروح للسبب الرابع والاقوى والاخطر في السيطرة على فاكهة الشيطان. طبعا ليش انا معصب؟ لان السبب هذا من هو الوحيد اللي يمتلكه؟ الشخص هذا البلاك بيرد. اكرهك. طبعا ليش اكرهه؟ لانه قوي جدا، داهية جدا، وجبان وغدار. طالما انك قوي ليش الجبن والغدر هذا اللي فيه؟ ممكن لانه عارف قدراته تماما. المهم قدرة البلاك بيرد، فاكهة البلاك بيرد هي الشيء الوحيد اللي يبطل فاكهة الشيطان، وشفناه لما مسك ايس وضربه، ايس قال لم احس بهذا الالم من قبل، مما يعني انه ابطل فاكهة اللوبي حق ايس. ولما مسك لوبي كان ماد يده بيضرب البلاك بيرد، مجرد ما مسك لوبي رجعت يد لوفي عادية، مما يعني لوبي لما يطيح في الماي وتجيه رصاصة ما حتخترقه، زي ما شفنا طلع رقبته من الماي. إذا الماي ما أبطل فاكهة لوفي أفقد السيطرة، لكن بلاك بيرد إذا مسك لوفي وأطلق أحد على لوفي رصاصة راح يموت. البلاك بيرد يلغي فاكهة الشيطان من جسم مستخدمها تماما، وهذا الشيء اللي خلاني آخر حلقة الحروب كيف راح يتعاملون مع أدميرال في البحرية زي أكاينو. عنده القدرة اللوجيا اللي تحرق كل شيء، تحرق حتى النار نفسها، ويقدر يسيطر على الهكي. وكيف بتواجهون مع يونيكو زي البلاك بيرد عنده فاكهة تلغي جميع الفواكه؟ إذا كانت الحرب منعزلة ممكن يقدرون يتحاربون وياهم، لكن لما يجتمعون هذا يلغي فاكهة الشيطان وهذا ملغي الهكي، كيف راح تكون حبكة الحرب القادمة؟
هذا اللي راح اجاوبكم عليه في الاسبوع الجاي بنظريات اقوى، نظريات احلى. اتمنى الحلقه هذه عجبتكم، لا تنسون السبسكرايب، والحين اقول شوفكم.